بسم الله الرحمن الرحيم. يسري بيومي، عضو مجلس الشعب لجنة القوى العاملة وأمين صندوق اتحاد عمال مصر. الموضوع اللي احنا بصدده النهاردة هو يعني في عيد الإعلاميين، والإعلاميين بيحتفلوا بعيدهم، وفي هذا التوقيت هم يعني يرغبون أن يكون لهم نقابة للإعلاميين. ويعني في مشروع قانون كان قدم منهم لمجلس الشعب، احنا في مجلس الشعب سواء لجنة الثقافة والإعلام أو لجنة القوى العاملة احنا جادين في إخراج هذا القانون والموافقة عليه لكي يخرج إلى حيز التنفيذ قريبا إن شاء الله، يعني ينشئ نقابة للإعلاميين، وكذلك هناك نقابة للإذاعيين. نحن مع الحريات النقابية. طب وجدنا خلاف في نقابة إذاعيين ونقابة إعلاميين، هل فعلا هيبقى فيه اتحاد وتبقى نقابة واحدة؟ والله يعني احنا دورنا ان احنا نشجع ونسمن اي فكرة او اي مسعى لانشاء نقابات لكل مثلا الاعلاميين يعملوا نقابه، لازم يعملوا نقابه، مع ان احنا مع الوحده النقابيه ان يعملوا نقابه واحده لان هيبقى في قوه، لكن الاذاعيين عايزين يعملوا نقابه لوحديهم والاعلاميين عايزين يعملوا نقابه لوحديهم. لذلك احنا جادين في اخراج النقابتين دول وعمل القانون ليهم، واحنا نتمنى ان في الاخر يعملوا اتحاد فيما بينهم. نحن مع الحريات النقابيه واطلاقها واعطاء كل كيان وكل مؤسسه وكل مجموعه سواء مهنيه او عماليه او حرفيه في تأسيس وإنشاء النقابات بمحض إرادتهم، نقابات مستقلة تدافع عن حقوقهم، تدافع عن مهنتهم. لذلك إحنا في مجلس الشعب جادين في إخراج هذا القانون في أقرب وقت إن شاء الله. إن شاء الله، وكنا موجودين معكم. إن شاء الله.